مرحبا، معكم سليم زهرة. اليوم معنا كوندنسر مايك من شركة شور PGA27. رح نفتح الكرتونة، نسمع صوت المايكروفون ونتعرف على مواصفات هذا المايك. اوكي، سو رح نفتح العلبة. وارنتي، شور ستيكر، سباكس، مانوال، علبة جلد، كتير مرتبة. راح نفتح ونشوف المايك. عنا مايك هولدر أو شوك ماونت، وعنا الكوندنسر. راح نركبهم بقلب بعضهم بهذه الطريقة. هذا الميكروفون الفريكونسي اللي بيلقطها بين 20 هرتز ل 20,000 هرتز. اوكي، عندنا بقلبه 2 نوبس، عندنا ماينس 15 دي بي وعندنا لو كات. هلا رح نوصله نسمع الكواليتي. هلا انا عم بعمل ريكوردينج دايركتلي لل كيوبيز. اكيد هذا الميكروفون ما بيشتغل الا فانتوم باور 48 فولت. Alright. هلا رح نعمل فقسة الماينس 15 دي بي نشوف الفرق. هلا ماينس 15 دي بي اكيد حتسمعوا الصوت صار كتير بعيد. بدنا نعرف شغلة، انه هذا الميكروفون الكوندنسر هو one side، سو بيلقط الفايبريشن من ميلة واحدة من محل ما مكتوب شور. الطريقة لنقدر نعمل كنترول انه يكون دايما هو فيس للانسترومنت او للفوكل اللي انتو عم تاخدوه، هو من تحت بترخوا هيدي وبنحط ميلة شور فرونت للصوت اللي طالع وبنشدها. هلا اللي حنجربه اذا برمنا المايكروفون شو بيصير. اوكي، رح ضل احكي لنشوف شو بيصير لما نبرم المايك لتاني ميلة. اوكي، رح نرجع نرده هلا لنشوف الفرق بالكواليتي. اكيد واضح عندكم شو الفرق. ثانك يو لانكم حضرتوني للاخر. بتمنى اكون فدتكم بمعلومات عن PGA27 من شركة شور. بليز لايك سبسكرايب اند شير وذ يور فريندز، وبشوفكم قريبا.